احتفلت راهبات الوردية في المملكة بعيد شفيعة الرهبنة العذراء سيدة الوردية المقدسة، وذلك خلال أول قداس إلهي للأب جمال خضر النائب البطريركي في الأردن بعد تسلمه للخدمة الجديدة في المملكة، حيث أقيم القداس في كنيسة بيت الزيارة في دبوق بعمان بمشاركة عدد من الكهنة والشمامسة، وبحضور الأخت مادلين دبابنة النائب الإقليمي لرهبنة الوردية، وعدد كبير من الراهبات من مختلف المراكز. في هذا العيد نتأمل في أمنا مريم العذراء سيدة الوردية، والكنيسة تدعونا إلى التأمل في بشارة الملاك لمريم العذراء، هذه البشارة التي لم تكن فقط نقطة انطلاق، ولكن هذه البشارة التي تكشف لنا عن سر الله وتكشف لنا من هي مريم العذراء. الله اختار مريم، وفي اختيار الله سر لا نعرفه. لماذا اختار مريم؟ هذا ينطبق أيضا على دعوة الله للبعض، لا نعرف لماذا اختارهم هم بالذات. لماذا اختار داود من بين إخوته؟ لم يكن أفضلهم. لماذا اختار التلاميذ؟ لم يختار غيرهم. هذا سر من الله، الله الذي يختار بكل حرية، ولكن ما نعرفه هو لماذا اختارهم، ما هي الرسالة التي أوكلها لهم. اختار مريم ليكون لها دور مميز في تاريخ الخلاص، فهي التي تنبع عنها العهد القديم، هي حواء الجديدة التي ستصلح ما أفسدته حواء الأولى. أتى الوقت الذي فيه في تاريخ الخلاص نبدأ بداية جديدة بتجسد المسيح. العذراء هي حواء الجديدة، والعذراء هي نجمة الصبح التي تبشر بقدوم النهار وشروق الشمس التي لا تغيب، يسوع المسيح. هذه هي البداية الجديدة. ما يلفت انتباهنا هو أن الله يرسل الملاك ليطلب موافقة مريم العذراء، يريد أن يسمع منها أنها توافق. الله لم يستخدم مريم العذراء دون علمها، دون موافقتها، أراد أن يسمع موافقة مريم ليبدأ العهد الجديد، ليتجسد ابن الله ويخلصنا. وفي كنيسة القديس ميخائيل للاتين في بلدة الإسماكية أقيم قداس احتفالي ترأسه كاهن الرعية الأب أكرم مشربش والشماس الإنجيلي زعل حجازين، احتفالا بعيد سيدة الوردية المقدسة. حضر القداس راهبات الوردية في الرعية وعدد كبير من المؤمنين. وفي نهاية القداس قدم الأب مشربش الشكر الجزيل للأخت ماجدة حداد والأخت نسرين زرفيلي على خدمتهن المتفانية للرعية، وتمنى لهن ولجميع الراهبات الصحة والبركة بخدمتهن في حقل الرب. وبعد القداس قدم أبناء الرعية التهنئة للأخوات الراهبات بعيدهن. كما احتفلت كلية راهبات الوردية في شميساني بعمان بعيد العذراء سيدة الوردية، وذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه الأمين العام للنيابة اللاتينية في الأردن الأب عماد علامات بمشاركة الشماس الإنجيلي هاي العلامات وراهبات الوردية ولفيفا من العائلات وأطفالهم.